الآن معنا من بروكسل مارك بوتانجا عضو البرلمان الأوروبي. سيد مارك، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تقيم هذه الخطوة أو هذا المسار القانوني، كيف يؤثر على مسار الأحداث بشكل عام؟ حسنا، إن الحكومة الإسرائيلية كانت واضحة للغاية حتى اليوم أنهم لا ينوون بأي شكل من الأشكال أن يحترموا القانون الدولي أو أي قرارات من محكمة العدل الدولية، وهذا بالطبع أمر جدي للغاية. ولهذا يجب أن نكون نحن أيضا واضحين أن القانون الدولي واحترامه ليس خيارا، وحين يتم صنع القرار من محكمة العدل الدولية وقمنا بالفعل ببعض القرارات المبدئية، فإن العديد من الدول حول العالم لديها الالتزام بشأن إجبار إسرائيل على احترام هذا القرار واحترام القانون الدولي. هذا لن يحدث فجأة أو بعفوية، يجب أن نقوم بوضع الضغوط على إسرائيل. وأنظر وأتحدث على وجه الخصوص عن دول الاتحاد الأوروبية. سيد مارك، حضرتك ذكرت أنه سيتم إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، كيف سيتم هذا الإجبار في حين أن القرارات أو الرأي الذي سيخرج من المحكمة هو رأي استشاري؟ أنا قلت أنه يجب أولا أن يتم احترامه، يجب أن نجبر إسرائيل على احترامه. وللأسف على مدار الشهر السابق رأينا العديد من التواطؤ من قبل الاتحاد الأوروبي مع الجرائم الإسرائيلية في غزة وفلسطين. والآن إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي سوف يحدث هذا بشكل سهل، فإن الإجراءات موجودة. يجب أولا أن نوقف كل الأسلحة التي نعطيها إلى إسرائيل، هذا أمر واضح بالطبع غير مقبول أن تقوم إسرائيل وتتهم إسرائيل بتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية من قبل مؤسسات قانونية، ولازلنا نقوم بدعمها بأسلحة. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي أن نعمل على وقف أي اتفاقيات، فإن إسرائيل تحصل على العديد من المزايا نحو الاتحاد الأوروبي والأسواق الخاصة به من المنتجات الإسرائيلية. هذا يجب أن يعلق أيضا أو ربما يلغى هذه الاتفاقيات والشراكات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هذا سوف يؤدي إلى ضغط كبير على إسرائيل، لأن الاتحاد الأوروبي كان هو شريك اقتصادي بالغ وهام. هذين الإجراءين سيكون لهم تأثير كبير على القرارات الإسرائيلية. هذا حديث ربما يشبه ما ذكره جوزيب بوريل بحديثه للولايات المتحدة بأن تقلل من أسلحتها أو تقديم أسلحتها لإسرائيل، لكن هل حضرتك بتعتقد أن الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي قد تكون جادة في اتخاذ هكذا خطوة أو حتى موقفها موحد؟ حسنا، هذا سوف يعتمد على الضغط العام. لقد رأينا عدة دول لديها تضامن كبير وحشود ومظاهرات كبيرة تدعم فلسطين، وأنا أتحدث هنا عن بلغاريا وأسبانيا. وهذه الدول لقد اتخذت بعض الإجراءات تحت الضغط لوقف أو الحد من تمويل ودعم إسرائيل بالأسلحة. وأيضا السيد جوزيف بوريل قد تحدث عن تلك الأسلحة التي تصل من قبل الولايات المتحدة، ولكن هو أيضا مسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويجب أن نضع ضغوط على الدول الأوروبية، لأن من السهل جدا الحديث عن مسؤولية الولايات المتحدة في دعمهم المستمر لدولة إسرائيل، ولكن أيضا يجب أن ننظر إلى السياسة الأوروبية وما تفعله دولنا. وهذا التواطؤ الذي يحدث من قبل رئيس المفوضية تجاه هذه المجازر المستمرة، لذلك نعم من الممكن يمكن لأوروبا أن تتخذ هذه المواقف، ولكن هذا سيحدث وفقا لضغوط من شعب هذه الدول. هل حضرتك بترى أن الضغوط الشعبية والتي ربما لم تغير الكثير طوال الشهور الماضية، لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، بالعكس إسرائيل ماضية في عدوانها، هل حضرتك بتعتقد أن هذا هو ربما الحجر الذي يمكن الاستناد عليه في
توقف هذا الدعم بشكل أو بآخر؟ أعتقد أنه من الهام وضروري، وهذا جزء كبير من هذا الأمر. دعونا نكون واضحين، إذا لم يكن هناك دعم من الشعوب فإن الدول الأوروبية سوف تستمر في هذه الفضيحة العلنية في دعمها لدولة إسرائيل. إذا أردنا أن نوقف هذه العمليات وهذا الدعم يجب أن نقوم بهذه المظاهرات، ولقد رأينا هذه المعارضات القوية في عدة بلدان، ولكن يمكنك أن تري هذه الفجوة الواضحة بين ما يريده الشعب في الشوارع وكيف تفكر الحكومة وتفعل. هذه الفجوة بين الشعب والدعم الشعبي والتضامن مع فلسطين من ناحية، ومن الناحية أخرى موقف الحكومة من إسرائيلية، هذه الفجوة مهمة للغاية، لأننا لدينا بطبع انتخابات قادمة، ولذلك أتمنى أن هذه الحدود وهذا الدعم لفلسطين سوف يؤثر على هذا، ولكن أيضا هذا سوف يركز على دور الدول الكبير في الجنوب مثل دولة جنوب أفريقيا وتلك القضية التي قامت بها، وأيضا دولة البرازيل وما تفعله من علاقات دبلوماسية وخطوات دبلوماسية. هذه الأفعال من قبل الدول بطبع سوف تضع مزيدا من الضغوط على القادة الأوروبيين. سيد مارك، تعليق سريع من فضلك، كيف ترى وصف إسرائيل لجلسات محكمة العدل الدولية بأنها غير شرعية؟ أعتقد أنه من الواضح للغاية أن محكمة العدل الدولية هي مؤسسة دولية من قبل الأمم المتحدة، لديها كل الاحترام وكل الشرعية لتفعل ما تفعله، إنها تقوم بفعل وظيفتها، وإسرائيل عليها أن تتقبل أنها انتهكت حقوق الإنسان الأساسية والقوانين الدولية، ليس فقط على مدار الأشهر السابقة ولكن أيضا لعقود، وأنه الآن حان الوقت لإيقاف هذه الحصانة التي تملكها إسرائيل، وأن تحترم إسرائيل كل هذه القرارات من الأمم المتحدة التي طالما تجاهلتها لعقود، وهذا يمكن أن يحدث فقط عن طريق توقيع العقوبات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لأن بدون هذا هذه السياسة الإسرائيلية سوف تستمر وستستمر هذه الجرائم. شكرا مارك بوتانجا، ضيفنا من بروكسل عضو البرلمان الأوروبي.